التنمية المستدامة. ترى ماذا تقول منظمة الأرضية والزراعة العالمية الفاو عن مفهوم التنمية المستدامة؟ سبحان الله، قرأت هذا المساء مقالة علمية في هذا الموضوع، وفي هذه المطوية خذها فهي هدية لك. أتريد الاستفادة منها لوحدك؟ اقرأها علينا رجاء. حسنا، إن منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو ترى أن التنمية المستدامة هي عملية إدارة القواعد والموارد والعمل على توجيهها. أريد الاستماع إلى أغنية الأمل، أغنية الحياة، أغنية التنمية المستدامة. من يحفظها منكم؟ أنا. كفى، يبدو أني الوحيد الذي لا أحفظها. لا بأس، بما أنك أدركت أنك مقصر في واجب الإنسانية تجاه الأرض، سوف تحفظها، لكن بعد سماع أهدافها 17. أهداف التنمية المستدامة 17. أهداف التنمية المستدامة 17. الهدف الأول لا للفقر، الهوهو على وجه السرعة. الهدف الثاني لا للجوع، فلنقضي عليه بلا رجعة. والهدف الثالث صحتنا، لتكون الصحة خير رداء. والهدف الرابع تعليم لجميع الناس بلا استثناء. والهدف الخامس لا تمييز ما بين المرأة والرجل. والثالث ماء نشربها ومياه من دون العلل. والهدف السابع طاقتنا من أنظف نبع أو مصدر. والهدف الثامن أن نضمن حق الإنسان بأن يعمل. والهدف التاسع أن نستثمر ببنى وأساسات أفضل. والهدف العاشر لا تمييز في الأرياف ولا المدن. والحادي عشر مرتبط بمدائن فيها نهتم لتواجه كل الأخطار. والهدف الثاني بعد العاشر اهتمام بالأحياء. والهدف الثالث بعد العاشر مناخ أفضل صحي. والهدف الرابع بعد العاشر حياة البر وتحت الماء. والهدف الخامس بعد العاشر اهتمام بموجودات البر. والسادس بعد العاشر أن عدل وسلام بالإنصاف. والهدف السابع بعد العاشر أن نتشارك تحقيق الأهداف. هذا العالم بيت الناس جميع الناس، بيت البحر والغابات، بيت جميع الحيوانات، بيت غذاء وبيت هواء، بيت رفاه وبيت نماء. هذا العالم حتى ينمو باستمرار، يبقى ينمو باستمرار مزدهرا مكتمل الأوصاف. هذا العالم يحتاج إلى جهد منا.
الكبار أن لا